فجأة يعني استيقظنا على أنه نتيجة الثانوية العامة بكرة يا جماعة، وطبعا لأنه ده ميراثنا اللي من سنوات طويلة إحنا مستنين نسمع ابني جاب 98%، ابن خالتي جاب 99.5، مش عارف مين جاب 101، الحاجات اللي احنا ما نقدرش ننكر ان احنا اتربينا عليها اتعودنا عليها وما بقيناش نفهم يعني ايه يحصل غير كده. يعني ايه حد يجيب 80%؟ بنتي شاطره وخدت دروس في كل المواد، وابني كان متفوق طول عمره، ازاي يجيب 90% بس 90% بس؟ فاحنا فجأة صحينا على انه لا، المجاميع مش زي ما توقعنا، وطبعا غضبنا جدا واتهمنا المنظومة اللي احنا اصلا متضايقين منها بقالنا فترة، او مش فاهمينها كفاية، او ما لحقناش نعرف هي موديانا على فين. احنا النهاردة سؤالنا باختصار هو ده، ايه اللي حصل في منظومة التعليم، وإيه اللي حصل طبعا في نتائج الثانوية العامة؟ احنا محتاجين نفهم، نحلل الأرقام، مش دايما الأرقام هي الحاجة اللي تخض، وإيه اللي ممكن يحصل في السنوات القادمة بناء على اللي اتحقق بقى، نسميه حاجة حلوة نسميه حاجة وحشة، دي متروكة لكل واحد من حضراتكم. احنا النهاردة بقى معنا الخبراء من قلب الحدث، يعني احنا متشرفين انه معنا دكتورة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. دكتور جيهان اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ودكتور مجدي حمزه الخبير التربوي. دكتور مجدي مساء الخير عليك. اهلا مدام دينا. كان لينا خناقات سياده النائبه، يعني كان لينا خناقات انا ودكتور مجدي قبل كده. لا نورنا دايما يا دكتور. الله يخليك كده. نبدا على طول. دكتور جيهان، حضرتك مبسوطه زي ما بيسموه كده في الدول الاخرى في العالم الكيرف، مستوى الدرجات ومستوى المجاميع السنه دي؟ هو حضرتك في المقدمه بتقولي احنا صحينا واحنا 98% و99%، وعلى حد معلوماتي ان حضرتك من المرحله او جيل ال 100%. الحقيقه. طب تعالي ليا بقى. لا معلش مش هضحك عليه والمشاهدين واقول لا انا مش جيل ال 100% خالص. انا فيما سبق الجيل بتاعي كنا فعلا جيل طبيعي. يعني معلش 100% مع يعني يمكن دكتور مجدي الخبير اللي يقدر يحلل لي يديني بس تحليل كافي ان انا اعرف ان في واحد يدخل امتحان يجيب 105%. ازاي؟ يعني انا مش قادره اتخيلها خالص. فالتحليل لا اقول لك المعلومه الاكتر. انا كنت جايبه 99.6 وما دخلتش الكليه اللي انا عاوزاها. كنت عايزه ادخل صيدله عين شمس، ما الستة كانت وحشه قوي، لان كل المجاميع السنه بتاعتي دي كانت رقم وحش. ما حضرتك كل المجاميع احنا كان عندنا حاله ذهول. يعني احنا بقى بنبص على المجاميع بتاعت حضراتكم واحنا اللي عندنا حاله من الذهول على ايه اللي انا بسمعه ده. يعني ايه 100% ويعني ايه 105% ويعني ايه احنا كنا طلبه وبنذاكر وبندخل امتحانات وبنجيب درجات، يعني مش هنقول الاول في كليه الطب يبقى حاجه 90% 95% 92%، طالب كليه الهندسه كليه المجاميع الادبي 70 75. ده النورمال يعني، انما اللي حضرتك النورمال ده بقى رجع يا دكتور. النورمال في طريقه ان هو فعلا يحصل عمليه اعاده توازن. يعني المرحله اللي حضرتك كنت فيها او المرحله دي مرحله الخلل، انا احللها بكده مع احترامي الدكتور مجدي، دي مرحله 20 سنه من الخلل. يعني فتره خلل. اصل انا بقول لحضرتك مين خبير يديني تحليل ان في واحد يطلع يجيب 105%؟ يعني وبعدين حاجه بعد ما جاب 105% ثانيه واحده، ما احنا كان عندي برضه ايامها مستوى رفيع ب 2% او عدد من الدرجات يا دوبك بيساعدوا شويه يرفعوا شويه. طيب 105% او حضرتك 99.5% ودخلت كليه الاعلام ماشي، وفي كان في الاجيال السابقه ليكي انا عايزه اشوف وجه التميز لطالب جايب 100% دخل كليه من كليات القمه عن دارس قبل كده كان دخل كليه الاعلام بالمجموع مثلا في بدايه التسعينات او في الـ في الـ في الـ في الارقام الطبيعيه. ملاحظه حلوه. انا عايزه افهم الطلبه اللي جابوا فوق ال 100% او من فوق الخمسه من فوق 99 و100 و101، الطلبه دول فين؟ ايه هم يعني ايه براءات يعني الاختراع؟ التميز ايه التميز؟ اصل واحد جايب فوق ال 100% يعني دوت واحد عنده مهارات فكريه خارقه.
انا هل احنا فعلا سجلنا في مصر في الفتره دي من جيل الشباب دوت في حاجات سجلت لهؤلاء الطلاب تميزوا بيها عن الجيل بتاعي انا؟ ده تويست ذكي من دكتوره جهاء. يعني انا لا انا بس استاذن حضرتك لانك بصي انت قفلتلنا الحكايه علينا كده خلاص. لا انا بقول الدنيا اماره للمجاميع. يعني معلش الجيل بتاعي كان فعلا في حاله يعني احنا تعجب من فوق المية في المية. طيب لكن هقول حاجة برضو بلسان حال الأهل. إحنا عايزين لولادنا نفس الفرص اللي سبقوهم خدوها. وما تجيش تقول لي أنت بتغير النظام فأنا ابني هيبقى هو الضحية. هل الناس الشاطرين السنة دي اللي جابوا 90% و80 و75% بحسب كلام دكتور طارق شوقي اللي جاب 70% أو 73% هو اللي كان بيجيب 90 قبل كده. هو ده 90 كمان. فسؤالي هل احنا المفروض اننا نقبل انه دي دفعة بتتظلم جربنا فيها فمجاميعها قلت معلش ولا لا هي الحكاية ليها زاوية تانية غير كده؟ بصي مدام دينا هي الدفعة اتظلمت. خلينا اقول دفعة اتظلمت. في حاجات معينة بس تعالوا نتكلم في النقطة الأهم دلوقتي اللي هي أنا ما بحبش كلمة اتظلمت على إطلاقها. لا لا, لا أنا قلت تشرح لي ليه؟ هقول اتظلمت ليه بس احنا بنتكلم دلوقتي في الحتة المهمة للناس أول اللي هو حديث العصر الحديث الساعة دلوقتي اللي هو التنسيق والثانوية العامة والمجاميع. بالظبط هي دي المهمة قوي. اللي جاب السنة دي 90% أو 85% زي اللي جاب 105 قبل كده أو اللي جاب 85 والدليل يعني على كده من البتوع اللي والدليل على كده انه هيدخل الكليه اللي هو عايزها برضه. ما هي شريحه المجاميع ما كانت في واحد بيجيب 104% كانت 99 زي ما حضرتك قلتي ما دخلتش الكليه اللي انت عايزها. معايا؟ طب صدقني السنه دي اللي السنه دي الطب هياخد من كام الاول؟ 90 في المية. فبالتالي 90% دلوقتي تساوي 104%. فالفجوه دي فرق الدرجات ده لمصلحه الطالب مش لهم. معايا؟ طب اللي هي في اللي يدخل هندسه اللي هيجيب 81 ولا 82 ولا 83 في المية ممكن يدخل هندسه. يبقى خلاص يبقى فين المشكله؟ يبقى المشكله فين بقى؟ المشكله في المايند في المايند بتاع المصريين نفسه. معايا؟ في عقيده المصريين اللي اترسخت في خلال 20 سنه. ال 20 سنه اللي احنا كانت الفتره اللي الست نايبه اتكلمت عنها ال 20 سنه اللي فاتت دول كانت يعني فتره كبيره قوي اتغير فيها العقل المصري بقى اللي يجيب مجموع قليل بقى فاشل. لو ما جابش 95 وانت طالع بقيت طالب فاشل في ثانويه عامه. وده واللي دعم ده كله الدروس الخصوصيه واباطره الدروس الخصوصيه. بس هي حته التنسيق. لا التنسيق مش لازم لحد السنه دي. يعني هو تصويبا بقى او نظبط بقى الجمله عايزه افهمها انه لا هم اتظلموا في ظروف استثنائيه عدوا بيها. تمام. لكن ده مش معناه ان مجاميعهم دي هتظلمهم في التنسيق. لا انا قلت المجاميع مش هتظلم حد خالص. حلو. ولا التنسيق هيظلم حد ولا وزاره التربيه والتعليم ولا وزاره التعليم اللي هتظلم حد خالص. احنا بعد الفصل نكمل كلامنا في اتظلموا في ايه. انا كنت عايزه اعلق على كلمه اتظلموا دي قوي. لا بعد الفصل لانه اكيد اكيد كان في ظروف استثنائيه السنه دي. طبيعي الظروف اللي احنا كنا فيها عموما يعني اتظلموا دي يعني في عمد. انما احنا كانت ظروف خارجه عن ارادتنا. جائحه كورونا يا جماعه يمكن هي دي الفئه اللي فعلا انعكست عليها ظروف جائحه كورونا بدرجه ملموسه بالنسبه لنا. طبعا فانما في تفاصيل التعليم حتى في تفاصيل تقديم الخدمه التعليميه. بعد الفاصل نكمل كلامنا واحنا نفسنا بقى احنا صفحتنا احنا شغالين اهو لايف على الصفحه. انا عايز اسمع من الاهالي من فضلكم لو في حد عنده تجربة السنة دي فرحت ولا لا بمجموع ولادك؟ فاهمين احنا كأهالي انه لا الموضوع مش مقلق كده ولا زعلانين واخدين على خاطرنا ومستنين نطمن في التنسيق؟ بعد الفاصل نكمل كلامنا عن الثانوية العامة والتنسيق. واحنا بنتكلم عن الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة وايه اللي حصل وليه حصل والتفاصيل الكتير اللي مهم جدا ان نتكلم عنها دلوقتي عشان نقدر نكمل في اللي جاي. وبذكر اللي جاي يعني خروجا من الثانوية العامة احنا رايحين بقى لمرحلة التعليم العالي والتعليم الجامعي. وزارة التعليم العالي كانت سريعة وحاسمة في تهدئة الناس وتهدئة الرأي العام بانه في حاجة جديدة يا جماعة احنا ما كناش نعرفها وفي ثقافتنا اسمها الكيرف واسمها انه متوسط الدرجات السنة دي يسمح انه بدخول الكليات اللي احنا
منتظرينها أو متوقعينها بمجاميع أقل بكتير من السنوات السابقة. التفاصيل عند دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، تحياتي لحضرتك. دكتور عادل، يعني بشكل ما هل كان متوقع أو وزارة التعليم العالي عندها تصور لأنه ممكن يحصل التغيير الهائل ده في متوسط الدرجات اللي حصل في الثانوية العامة؟ خليني أقول لحضرتك أنه يعني خروج الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان مهم جدا عشان نوصل فكرة أساسية للرأي العام المصري لكل أولياء الأمور لكل الطلاب إنه الناس تهدى شوية. المسألة هي مؤثرة في النهاية، لدينا أماكن بالجامعات بالإحصائيات وبالأرقام، وهذه الإحصائيات والأرقام من الأماكن المتاحة ستغطى من الطلاب الناجحين. إذا المسألة حضرتك مش مسألة مجموع، إحنا في النهاية نتعامل مع الواقع المتاح بالمجاميع الطلاب المتاحة. يعني على سبيل المثال حضرتك العام الماضي المرحلة الأولى الحد الأدنى للمرحلة الأولى الطالب اللي حصل في شعبة علم العلوم على مجموع أقل من 97.6 ما دخلش مرحلة أولى. يعني ده شيء يعني يبدو للتعجب. يعني هو بره المنطق، هو بره المنطق، بس هو ده كان العادي. طالب عمل هذا المجموع الضخم وحصل هذا التفوق ولكن لم يدخل مرحلة أولى. النهارده حضرتك هذا المنحنى للنتائج، بقول النهارده من 88.4 في شعبة العلوم داخل معانا مرحلة أولى، ونفس هذا الانخفاض موجود في شعبة الرياضيات والأدب 65%. طيب ده هيترتب على إيه؟ احتياجات القطاعات المختلفة في القطاع الطبي من البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، جامعات هتاخد كل الأعداد اللي محتاجاها، وبالتالي مفيش حضرتك قلق والناس ما تقارنش بالعام الماضي. لا طبعا ما تقارنش على الاطلاق بالعام الماضي، في درجه من درجات الهدوء. الطالب النهارده هيبدا التنسيق بتاعه، مهم يتشاور مع اسرته، بقول له دايما مش المجموع هو اللي بيختار لك، اختار طيب التخصص اللي هتكمل في حياتك. ودي الحاجه اللي بنتمناها، يعني اذا كان دي خطوه مهمه المجاميع المعقوله المنطقيه، فكمان فكره اختيار التخصص دي ثقافه تانية نتمنى نتكلم فيها في مرات أخرى. لكن عايز أسأل حضرتك يا دكتور على هل مثلا الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة الكتيرة كانت جزء من انخفاض مثلا درجات القبول في المرحلة الأولى، هل خففت الضغط ولا كمان الجامعات الأهلية محسوبة في هذا المتوسط؟ خلينا أقول لحضرتك أنه انخفاض الحد الأدنى للجامعات الحكومية اللي أشار للدكتور خالد في المؤتمر الصحفي سيؤثر بالضرورة على انخفاض الحد الأدنى للجامعات الخاصة وللجامعات الأهلية. لأن المنطق في النهاية حضرتك اللي بيحكم المسألة هي مجموع مؤشرات مجاميع الطلاب. إذا هذا هو الواقع وهذه هي درجات الطلاب، ولدينا أماكن متاحة في أولا الجامعات الحكومية ولدينا اماكن متاحه في الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه وفقا لاليه التنسيق الخاصه بكل نوع من هذه الجامعات. اخيرا عايز اسال حضرتك عن اختبارات القبول اللي كانت بتطلب في بعض الجامعات الخاصه، اختبارات لغه انجليزيه، وايه موقف الوزاره منها؟ كان بيطلب اختبارات الوزاره اعلنت حضرتك في اكثر من بيان رسمي تنسيق الجامعات الخاصه سيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، وده نظام بيتبع لأول مرة في تنسيق الجامعات الخاصة ضمانا لتحقيق تكافؤ الفرص والعدل بين الطلاب. هتسأليني حضرتك طب هو هفترض ان الطالب ضعيف بعض الشيء في اللغة، اولا الطالب ده حاصل على شهادة الثانوية وبنقدر الشهادة المصرية، لكن هفترض جدلا ان الطالب ده ضعيف في اللغة، بعد ما يلتحق بالجامعه ياخد الكورس لكن لا يحرم وهو طالب متفوق من دخول الجامعه، لا يحرم. هو طالب مصري في جامعه داخل مصر فما يحرمش بالظبط. الحاجه بقى حضرتك الخاصه بآليه الاختيار بالنسبه للجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه منذ بدايه الدراسه فيها العام الماضي وعامله آليه في لوائحها الاكاديميه بتقوم على اساس المجموع الاعتمادي.
المجموع الاعتباري عبارة عن مجموع الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة بيعادل 70%، بالإضافة إلى اختبار إلكتروني موحد للطلاب للأربع جامعات، سلمان والعالمين والمنصورة الجديدة والجلالة، اختبار إلكتروني موحد. هذا الاختبار بيعادل 30%، بيتم جمع مجموع الثانوية العامة بالإضافة لدرجة الاختبار الإلكتروني، بيسمى المجموع الاعتباري، وبناء عليه رغبات الطالب بترتب على هذا الأساس. طب ليه اختبار إلكتروني موحد؟ بيتم توجيه الطالب التوجيه الصحيح، بمعنى أن الطالب ده لو عايز يلتحق بالقطاع الطبي بيدخل على اختبار إلكتروني مضمون، يختلف عن الطالب الذي يرغب في القطاع الهندسي، يختلف عن الطالب اللي يلتحق بالقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، فبيوجه الطالب الوجهة التي تتفق مع ميول مهاراته ده آلية تنسيق بالضبط خاصة بالجامعات الأهلية الأربعة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وكثير من الأمور أنا عارفة أنها محتاجة تتضح. دكتور جين اسمحي لي بس توضيحا لما ذكره الدكتور عادل، هو ببساطة زي ما بيقول كل الكلية وكل جامعة ليها عدد من الطلبة، عدد الطلاب، يبقى في الحالة دي أنا بشوف المستوى اللي وصلنا ليه في الثانوية العامة كام. جبنا 90%، ده الحد الأقصى اللي كان موجود السنة دي، فبالتالي بناخد عدد الطلبة بحيث أن أنا عندي معامل وعندي كلية ليها عدد من الطلبة، بتاخد 100 طالب، هتاخد 100 طالب لغاية الحد الأدنى للدرجات وتقف عليه وتعمل فلوسهم. كمان بنطمن أولياء الأمور إن في عندي دلوقتي أربع جامعات أهلية، يعني في توسع في إنشاء الجامعات، يعني معنى كده في فرص أكتر. ولكن عشان احنا بنعمل فعلا تطوير لمنظومة التعليم زي ما ذكر الدكتور عادل، قال لك احنا بناخد المجموع الثانوية العامة بنديله حوالي 70%، يعني انا جايبه 100% هتعادل 70%، واعمل للطلبة اللي هيتناسبوا الى الكليات دي او الجامعات دي امتحان موحد، بحيث ان كمان ايه ده انا اساعد الطالب واوجهه اللي انت تختار انهي قدراتك هتتميز فين. ليه؟ لان فعلا احنا كدولة احنا دلوقتي عايزين خريج متميز، احنا مش بنسعى الى خريج جامعات زياده في طابور اعداد شباب الخريجين. في توسع كبير قوي في الجامعات التكنولوجيه، في توسع عندي في الجامعات الاهليه، يعني معنى كده في زياده في اعداد الطلاب اللي داخلين الجامعات. يعني انا بطمن اولياء الامور وبقول لهم ما حدش يقلق ان ابنه نجح في الثانويه العامه هياخد هيلتحق بالكليه اللي هي هتناسب المجموع وينسى المجاميع السابقه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها دي، لا بس انت ابنك هيشوف. واهم حاجه بقى عندي ما تميزني ان الدوله كمان بتساعدك في توجيهك تختار كليه ايه. وبناشد برضو اولياء الامور وبقول لهم ارجوكوا كلية القمة، يعني مع احترامي دكتورة دينا، انت قلتي انا كنت عايزة ادخل طب طبعا او صيدلة لا انا دخلت صيدلة في الاخر، دخلتي صيدلة وسبتيها اعلام، دخلت القاهرة مش بالضرورة مش بالضرورة عشان ابني جاب مجموع عالي اللي انا اقول له لا انت لازم تدخل كلية الطب. طبعا او لو ابني دخل او ابني متميز، وانا خير مثال يا دكتور، انا سبت الصيدله خالص اهو. لا والمثال الثاني قد اكون مثلا واحده زي انا اول ما دخلت انا كنت لسه بذكر الكلام ده، انا كنت علم رياضه، وطبعا كان زي اي اسره علم رياضه، علم رياضه استاذ كليه الاداب يا جماعه، وكان اهلي بقى نفسهم مهندسه. لما طبعا وزي كتير من الاسر اللي منكده على اولادها اليومين دول اكيد ان ابنه ما جابش مجموع يدخله هندسه، انا دخلت كليه الاداب ودخلت قسم جغرافيا لان يعني استاذي في اعدادي رحمه الله الله اعلم كان عايش ولا ميت فعلا حب الماده رغم ان انا علم رياضه. دخلت كليه الاداب وزي اي اب وام برضو مش خادمين اللي انا ايه في كليه الاداب وجغرافيا، ده اداب وجغرافيا كمان يعني، وجغرافيا مش كل الناس بتقدر ايه تحب الماده معرفش ليه. المهم دخلت اداب جغرافيا، وبعد سنه من سنة أولى ونجاحي في سنة أولى يجي أمي وأبوي يقول لي إيه رأيك يا جماعة ما تسيبي الكلية دي وترجعي تاني تدخلي كلية تانية تعيدي ثانوية عامة. ما حدش يعرف الخير فين، تميزت في كلية الأداب وبقيت أستاذة في كلية الأداب وحصلت على جائزة العلماء الشبان في أداب جغرافيا من اليونسكو.
وحاليا بقى قاعده في البرلمان. ولكن بقول يعني المشوار فعلا مش بتحدده الخطوه دي، لكن مش خطوه ثانويه عامه هي المعيار لنجاحي في حياتي. انا كان ممكن ابقى مهندسه او دكتوره عاديه، انما لا، ان انت تنجح لازم يكون عندك اصرار وعزيمه، اللي انت فعلا تتعب، وعلى قد ما تتعب على قد ما ربنا بيدي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مجدي حمزه. انا عارفه ان احنا الوقت لم يسعفنا ان احنا نتكلم عن كثير من التفاصيل، بس لازم حضرتك تقول لنا ايه اللي تتمنى انه ما يتكررش السنه الجايه، يعني روشته سريعه. اللي ما يتكررش السنه الجايه في الثانويه العامه ولا في التنسيق؟ لا، في الثانويه العامه. في الثانويه العامه التوتر والقلق اللي حصل في بعد النتيجه من الاهالي؟ لا، من الوزاره. ايه اللي المفروض الوزاره تخلي بالها؟ الوزاره يا ريت يا ريت تستجيب لكل السلبيات اللي بيقولها خبراء التعليم كلهم، لان ده في مصلحه التعليم في مصر. طب وبنحاول نرتقي بالتعليم. احنا لا ننتقد سياسات حد ولا ننتقد شخص بعينه، ولكن كل ما يهمنا هو مصلحه البلد ومصلحه الطلاب ومصلحه التعليم في مصر والتطوير، واحنا مع التطوير. بس التطوير اللي يكون محسوب ومدروس، ما يكونش تطوير بين يوم وليله على طول. هو دي المشكله كلها. يعني حضرتك توصي بايه؟ اوصي ان ان احنا نعمل حوار مجتمعي لكل القرارات اللي بناخدها في لتطوير التعليم في مصر، عشان نقدر نغير المايند بتاع الشعب المصري كله، عشان نقدر نغير افكار الشعب المصري ويكون متجاوب مع التطوير، وندي دورات تدريبيه كافيه للمعلمين لانهم هم حجر الزاويه في العمليه التعليميه. لان الوزاره التربيه والتعليم ادت لهم دورات كثيره جدا، لكن ما كانتش كفايه لتطوير قدراتهم الذاتيه. وبالتالي ما تاخدش تطوير من معلم مش متطور، لانه مش هيقدر يطور. دي بتهيألي تحدي كبير قدام وزاره التربيه والتعليم. طيب طبعًا. في حاجه اخيره معلش اسمحي لي، اللي انا ناسا ما عرفت اللي انا طالعه مع حضرتك. 36,000 معلم. انا عارفه ان حضرتك، بس احنا فعلا الوقتنا خلص. انا عايزه اقول لهم رساله بس واحده، على زي ما سالت، العقد شريعه المتعاقدين. انتوا تعاقدتوا على فتره زمنيه محدده، والوزاره لم تخل بهذا العقد في ترم واحد، ترم واحد. وبالتالي لم يعني انا سالت، ما اقدرش اتوقع ان كل الناس دي هتتسبب. انا هينزل اعلان وان شاء الله تلتحقوا بيه، وربنا ان شاء الله يديكم فرصه ثانيه. شكرا جزيلا يا دكتور. ودكتور جيام ليومي، عضو التعليم بمجلس النواب والاستاذ بكليه الاداب، دكتور مجدي حمزه الخبير التربوي. عايزين نقعد بقى عشان نتكلم في ساعه. احنا عندنا كلام كتير، واعتقد انه للحديث بقيه، وبعد التنسيق نتكلم تاني. اشكركم، ودي كانت حلقه النهارده من التاسعه. خلاص اخسرها كده ليه؟